يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد حديث بأن الملازم لوالديه ولخدمة والديه عند الكبر يعد كالمجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نوع من الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع المجاهد قال اذهب إلى والدك ففيهما فجاهد، هذا نوع من الجهاد. بر الوالدين لا سيما عند الحاجة نوع من الجهاد. نعم.